من جديد اهلا بحضراتكم. في الوقت اللي بيبقى فيه ست بتحس انها في احتياج شديد لانها تكون ام، بيكون في هذا التوقيت في طفل محتاج لام ومحتاج لعيله ومحتاج لاسره ومحتاج لحياه طبيعيه وفرصه حقيقيه في الحياه، وبالكفاله وبالاحتضان الحقيقه ان الاثنين بيلاقوا بعض وبيكملوا بعض. زمان كانت هذه الاجراءات اجراءات صعبه ومعقده، لكن دلوقتي وبعد تسهيل الكثير من الاجراءات اجراءات الاحتضان والكفاله، الحقيقه انه الحلم ما بقاش مستحيل، وبالفعل صار في فهم اكبر واقبال اكبر من السيدات ومن الانسات على فكره الكفاله والاحتضان. لكن السؤال ايه اللي بعد كده؟ او حصل انه في ام عندها هذا الاحتياج وسعت لي، وهناك طفل في حاجه لهذه الاسره ولحضن الام بجد، اكيد في صعوبات بتواجهها هذه الاسره وهذا الطفل. الامهات الحاضنات الحقيقه انه في تجارب كتير، ناس كان عندها هذه الرغبه والحمد لله الاجراءات تم تسهيلها كتير، لكن تفضل في عقبات وتفضل في صعوبات، ويفضل برضو المجتمع محتاج فهم اكبر ووعي اكبر في تقبل هذه الفكره. منورنا ومشرفنا النهارده حقيقه اتنين من السيدات الحاضنات اللي قرروا يخوضوا هذه التجربه بكامل ارادتهم وباحتياج شديد جدا، احتياج الامومه، وتكون لهم تجربه امومه خاصه جدا الحقيقه. منورانا ومشرفانا الاستاذه دينا حسين ام حمزه، اهلا بيك يا دينا منورانا، والاستاذه كريمه شحاته ام زين وام طه، اهلا بحضرتك معانا استاذه كريمه، منورنا ومشرفنا، اهلا بيكم. انتوا الاثنين تجربتين كل واحده ليها طبيعه خاصه. كريمه تجربتك شويه مختلفه لان انت بالفعل انت ام، يعني بالفعل انت متزوجه وعندك ابن. ايوه. ومع ذلك قررتي تحتضني وتكفلي زين ابنك الجديد الصغير. أوه. ابنك الصغير. ايوه. احكي لنا الحكايه. انا من زمان كان نفسي في موضوع الكفاله ده، كنت دايما اشوف في الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه. فكنت بدور على في معنى الحديث ده، يعني ايه كهتين في الجنه؟ يعني ايه مع الرسول كهتين؟ فاقرب صباعين لبعض سبابه والوسطى. يعني حضرتك فكرتي في الفكره من بدايه جوازك من وانا بنت كمان، يعني وانا بشوف الحديث ده. يعني ايه كفاله؟ يعني ايه واحد كافل يبقى مع الرسول بجوار الرسول عليه الصلاه والسلام؟ دي منزله عظيمه طبعا جدا يعني. ففكرت ودورت وبحثت، لقيت كافل اليتيم ده اللي هو بيكفل طفل يتيم. الفكره فضلت في دماغي لغايه اما بعد كده اتجوزت وجبت طه. قعدت بقى فتره ما جبتش اولاد، يعني انا قبل طه قعدت فتره قد ايه؟ كام سنه؟ قعدت حوالي 5 سنين أو 6. من غير خلفه. من غير خلفه. وفي دماغي برضو نفسي اكفل. طب في التوقيت ده 5 سنين من غير ابناء ما فكرتيش بقى تكفلي فكرت. او تحتضني؟ فكرت، بس ما لقيتش حد يساعدني، ما لقيتش حد يشجعني. كل ما اجي اقول قدام حد طبعا حد بسال، يعني حد ناس من الاسره، ناس عادية، من العيله، الزوج، اصحابي، مش عارف، ناس عاديه كده، زمايل، الناس ما كانتش مشجعه، الناس مش فاهمه اصلا حاجه، يعني لا ازاي، لا بلاش، لا مش بيخوفوني وخلاص، هم مش فاهمين اي حاجه يعني. جيت بعد كده لما بحثت سبحان الله ودورت، ربنا رزقني بطه اولا. انت حملتي في طه وخلفتي خلاص، ربنا كرمك يعني. جيت سبحان الله ربنا لما بيريد بالشيء، يعني اتاخر شويه ايه الانجاب تاني، ما انجبتش تاني بعد طه. جت ماما الله يرحمها توفت، وبابا واخويا، حسيت بالفقد، حسيت باليتم، ان اليتم ده حاجه صعبه جدا قوي يعني، لان كنت متعلقه بماما قوي يعني، وانا كبيره ومتجوزه ومخلفه خلاص يعني، وحاسه باليتم، مش قادره اعيش من غير امي. فربنا رزقني بواحده صاحبتي، ورحنا دور ايتام وكده، لقيت الاطفال دول من غير امهات كلهم، وزغنططين، محتاجين حاجات كتير. يعني ابتديتي تروحي لدور ايتام عشان تاخدي اجراء انك تكفلي طفل وانت عندك ابنك. وانا ابنك بفكر. كان كام سنه وقتها؟ طه كان كام سنه؟ طه كان عنده حوالي 12 سنه كده. كبير ما شاء الله. وهو كان حابب برضه، وانا ليه يعني، وانت بتشرحي لطه بتقولي له انا رايحه دار ايتام اجيب لك اخ يعيش معانا، يا ريت يا ماما، نفسي. طب وزوجك كان موافق؟ زوجي الحمد لله مشجع الموضوع، لما كنت بحكي له عن الاولاد اللي هناك قال لي ليه لا، ده ثواب، يا بخت اللي يعمل حاجه كده ويقابل ربنا بيها يعني. ففرحت قوي ولقيت مفيش بقى عقبات، بقى ابني نفسه في اخ،
واحنا يعني انا نفسي من زمان في الفكره دي وجوزي مش معترض. طب ليه ما اسعدش طفل واسعد نفسي ونسعد نفسنا بيه صحيح. وهو محتاج ام ومحتاج حنان ومحتاج. جبتوا بقى زين؟ جبنا الزين بقى، مشينا في الاجراءات وكده. ما اقولكيش كنا مستنيين زين ده، كنا بنشوفه طبعا من قبل. جبتيه وهو كام سنة؟ كان عنده 3.5 كده، داخل على 4 سنين يعني. وبقاله معاكي قد ايه؟ بقاله سنة دلوقتي وكام شهر يعني كده، هو دلوقتي عنده مثلا ايه؟ 4 وحاجة أربعة كده. ونص مثلا؟ عنده 4 وحاجة كده. طيب خلينا نروح لدينا. دينا مامة حمزة، حكاية حمزة معاكي ايه؟ والله موضوع حمزة بدأ في رمضان. كنت انا من زمان اصلا كنت على طول متطوعة في دور ايتام. انتي متزوجة يا دينا؟ بقالي بقالك كام 7 سنة؟ سنين بقالك 7 سنين جواز وما انجبتيش؟ لا ما حصلش نصيب. فانا من زمان وانا كنت متطوعة في دور ايتام يعني، ففاهمة الدنيا ماشية ازاي، وكان نفسي في طفل يجي يعيش معايا وكده. فبعد ما اتزوجت وكده من اول سنة جواز كنا عايزين نكفل طفل، بس ما كنش عندنا الدراية الواعية ان احنا نعرف ان كان فيه. من اول سنة جواز يعني ما استنيتيش تشوفي ان شاء الله تنجبي او لا؟ لا، انت احنا كان الفكرة عندك بصرف النظر عن عندي الانجاب. من زمان، لان انا كنت يعني اوريدي متطوعة في دور ايتام وشايفة الاطفال دول عايشين ازاي، الدنيا معاهم ايه، فكنت نفسي جدا في الموضوع. فبعد ما تزوجت بسنة وكده فكنت نفسي بكده انا وجوزي، بس كانت وجوزك مشكلتنا كمان كان مقتنع بالفكرة؟ جدا، بس كانت مشكلتنا ان احنا ولد او بنت، ايه الولد محرم عليا البنت وكده، كانت دي اكتر نقطة موقفينا. عدت السنين برضو حاولنا نعمل يعني، عملت حقن وربنا ما اردش ان يبقى فيه انجاب. صراحة يوميها قلت خلاص يمكن ربنا شايل الاحسن. ما فيش بعدها على طول كنت عند واحدة صاحبتي في رمضان بالظبط، راحت هي عندها اولاد ربنا يخليهم لها، ما شاء الله. قالت لي ده انا نفسي احتضن وكده. قلت والله وهي نفسي. عندها اولاد؟ عندها قد ايه؟ كم ولد عندها دول؟ 3 اولاد ما شاء ربنا الله، وعايز يخليهم. اجيب الرابع. فقالت لي ده انا نفسي احتضن وكده. قلت لها والله انا كمان نفسي، بس عشان الحرمانية وكده. قالت لي لا في ارضاع. في ارضاع ازاي؟ فقالت لي لا في ارضاع. دخلت بقى على الجروب بتاع مؤسسة الاحتضان بتاع أسرة يمنى، لقيت شفت فيديوهات بقى الأسر بتتكلم عن الإرضاع، إن إزاي تكفلوا. فبقيت أبحث انه بقى يبقى ابنك كمان بالرضاعه يعني. شرعا. بقيت أبحث وأشوف فتبقي بس. امه رسمي يعني، خلاص يعني. بالشرع كمان. فسألت في دار الإفتاء وعرفت إن عشان الطفل يبقى ابنك لازم ترضعيه 5 رضاعات مشبعة. وده حصل مع حمزه؟ ابتديت بقى في اجراءات بعد ما عرفت موضوع الارضاع 10 ايام كنت مقدمه، ما استنيتش. بعد ما قدمنا وكده مشينا في الاجراءات، يا ربنا كان مسهل لنا الدنيا يعني انتي جدا. حمزة جالك وهو في سن الرضاعة كان عمره قد كان ايه؟ سنه و3 شهور. ده حبيبي، ده لسه كان صغير صغنن. قوي. معلش، هل انتي بتاخدي أدوية بتضر اخدت اللبن؟ كورسات. انا قعدت من شهر 7 لحد شهر 12 بجمع في رضاعات اللبن، جمعت 13 رضاعة. كان كل همي ان انا افضل برضو ان يبقى فيه لبن، علشان خاطر كنت ناوية اجيب بنت عندها شهور. يعني انا كل فكرة انا عايزة بنت عندها شهور. طب وقعتي في غرام حمزة ازاي؟ ما انا بقى فاكرة ان طالما انا هحتضن عادي هروح اشوف اي دار انا عايزة الطفل ده باخده وامشي، فاكرة ان الدنيا سهلة كده. امال ايه طلع ايه؟ لا لقيت الدنيا كده غير كده خالص، في اجراءات، في ورق، في حاجات كتير بتتعمل. وانتي اللي بتختاري ولا الدار اللي بترشح لك ولا لا ايه اللي لا بيحصل؟ هما انت بتروحي بتختاري الطفل اللي انت عايزاه. بس يعني سبحان الله ما فيش حد، كل واحد ربنا كاتب له هياخد ايه. انا نفسي في بنت، محضره كل حياتي على بنت، بنت شهور، عشان ترضعيها كل وتبقى حاجه بنتك. مستسلمه على ان هي بنت. بعد قعدت من شهر 7 لحد شهر 12 استلمت يعني استلمت العقد في شهر 11، فخلاص كده المفروض ادور على طفل. اول يوم استلمت يعني انت العقد بتستلمي الاول زي موافقه لازم في يبقى معاكي البدايه؟ جواب مشاهده. فبتروحي الدار وبتشاهدي الاولاد بتشوفي وقلبك بيستريح الاطفال. لحد معين، بتختاري يتم اختياره. فانا رحت كذا مكان. اول ما استلمت الجواب رحت مكان لقيت ولد وشو، بس لا انا عايزه بنت. فضلت رحت الفيوم برضو لقيت ولد، بس مش مشدود خلاص يعني. حسيت ان الولد كان لسه عنده. يعني ايه رحتي الفيوم؟ غيرتي الدار يعني؟ رحتي دار انا تانية؟ بلف بقى، تلفي اماكن بقى محافظات، في ناس ومحافظات. بتسافر محافظات وبتروحي كل الاماكن، سوهاج، قنا. انتي بتلفي بتدوري على ايه؟ بتدوري على بدور على اللي هيدخل، اللي قلبك هيروح اللي له؟ انت اللي ربنا هتحبيه. مختاره لي سبحان الله سبحان الله. يعني، اللي انا اول ما اشوفه اقول لا هو ده. شفت اطفال كتير جدا بس مش حاسه. طب انتي لما بتشوفي طفل وتستريحي له، هل راحته هو كمان شرط؟
يعني لو طبعا لو عيط زمزق يعني جدا، لان يعني انتوا الاثنين لازم تستريحوا لبعض. هو ربنا سبحان الله بيعمل زي مغناطيس بيظبط اسم كده سبحان الله. فاحنا رحت الفيوم اخترت ولد كان عنده ايام، بعد ما خلاص حضرت كل حاجه ما حصلش نصيب ان انا اخده، فقلت خلاص انا هستنى شويه. لقيت على الجروب مكتوب ان في ولد عمره سنه وثلاث شهور او سنه وشهرين، بس انا مش عايزه ولد، عايزه من بعد كده. قلت لا طب انا اروح اشوفه. كلمت مديره الدار وقلت لها انا عايزه اجي اشوف الولد وكده. قالت لي هتيجي تشوفيه، هو عنده سنه وشهرين؟ قلت لها اه. اول ما دخلت قعدت قلت لها طب عندكم اطفال صغيرين وكده؟ انت عايزه اصغر من السنه انا عايزه وشهرين شهور شو عايزه وبنت. اول ما لقيتها جايب حمزه كده قلت لها لا شبهك يا دينا. ابني وانتوا خدتوه دي، انا عندكم عايزاها. يا دينا شبهك ده نسخه منك سبحان الله. يعني وانا معديه من قدام اوضه الضيوف يعني مش ممكن. وزين شبهنا برضه على فكره، فعلا ناس كتير بتقول انا ما ده شفتش اخو طه، ده استحاله ده مش اخوه. انا بعت صور سبحانك يا رب يعني سبحانك. طب الاجراءات كانت سهله يعني؟ ما اعرفش درجه الصعوبه في تخليص الاجراءات واستلام الاولاد. وفي حاجات كتير طبعا، مش اي حد بيدوله الطفل. يعني في اجراءات مش كتير اي حد. بتعمليها بس ده بس ده في صالح في صالح الطفل طبعا. يعني ان تبقى فيه شروط وشروط لازم بجد نفسيا ولازم واستعلام امني. دلوقتي بيجي ناس يشوفوا البيت، يشوفوا طبعا المكان اللي هيناموا فيه اللي هياكلوا فيه. في لجنة بتيجي في الأول قبل أي حاجة، اللجنة بتيجي تشوف البيت، السكن، البيئة اللي هو هيبقى موجود فيها. ونعمل اختبار نفسي كمان للأب وللأم وتحليلات وكل حاجة يعني. وتحاليلات وكل حاجة. هل عشان بتبقى يتأكدوا في من صحة زيارات الأطفال. دورية ناس تيجي تشوف أخبار زين إيه، أخبار حمزة إيه؟ طبعًا. يسألوا عليهم على طول واللي بيطمنوا له يعني خلاص يعني. طيب خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع تاني لمدام كريمة ومدام دينا، أم زين وأم حمزة، أم زين وطه. طه يزعل كده. لا طه يزعل، هو ده هو الكبير طبعا ولولا موافقته يعني. فنرجع تاني نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لأم طه وزين وأم حمزة. أمومة بشكل خاص وبطبيعة خاصة، هي الحقيقة إنه التجربة لحد دلوقتي تمام، لكن أكيد في صعوبات مروا بيها في هذه التجربة، تجربة الاحتضان. بعد هذا الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم. من جديد أهلا بحضراتكم. تجربة أمومة الحقيقة شديدة التميز ومختلفة جدا. منورنا ومشرفنا مدام كريمة أم طه وزين، ومدام دينا أم حمزة منورنا ومشرفنا. تجربة أمومة زي ما بقول كده من نوع خاص، يعني احتياج للأمومة وقرار. مدام كريمة بالفعل كان عندك طه وعمره 12 سنة وبتروحي لدار وبتقرري تحتضني زين. دينا من أول سنة جواز وانت يعني نفسك تعملي هذه التجربة، وما يعني لم توفقي في تجربة الإنجاب، لكن ربنا بعت لك حمزة اللي أخذ قلبك وطار يعني كل حياتي. إيه الصعوبات اللي بتواجهوها مع الولاد؟ في الصعوبات، هي الصعوبات يعني لما نيجي نعمل اي اجراء حكومي بعد كده، بعد ما بنحتضن الطفل وغير كده بعد كده. يعني هل هتبقى في سالته هل هتبقى في مشاكل في تقديم لمدرسه؟ بتهيألي زين داخل على سن انا قدمت له في معهد ازهري، انا شغاله فيه اصلا. فمعهد ازهري ما فيش اي مشاكل طبعا، قابلتني الحمد لله. الحمد لله خالص. هو المشكله ان بعد كده يعني في مشاكل بعد كده اللي بتواجهنا، ان مثلا موضوع الكد العائلي، ان الطفل ملوش كد عائلي. فدي برضو مشكله بتواجهنا. يعني ايه؟ اشرحي لي اكتر. يعني هو المفروض ان اي حد بيبقى ليه كد عائلي حياته، يعني مثلا لو هيطلع بعد كده باسبور يعمل اي حاجه بيبقى ليه كد عائلي. فاللي احنا ابن مين والاب والام والجد والجده كل ده عشان يشتغل في وظائف معينه. هم مالهمش قيد عائلي. لرابع جيل هو يعني ليه قيد عائلي لاول للاب والام مباشره، ولا ملوش خالص؟ هو ملوش. والرابع جيل ليه. فدي برضو مشكله هتواجههم بعد كده.
احنا اتكلمنا في الحاجات دي مع الاستاذه الوزيره في الايفنتات اللي كنا بنروحها، وقالوا لنا المشاكل يعني دي ان شاء الله الصبح. قالوا لنا المشاكل دي ان شاء الله هنتلاشاها وهيبقوا زيهم زي اي حد وهينتسبوا للعيله اللي هم اتربوا فيها، لان احنا الطفل بياخد تربيته وبياخد طبعه وكل حاجه من المكان اللي اتربى فيه. هو الولاد اساميهم اسامي في شهاده الميلاد، الام كريمه، الام دينا، والاب حسب ما انت عايزه. الاب بياخد اول اسم الاب او لقب العيله، اول اسم يعني اسم زوجك موجود او لقب العيله. الاسم الاول. وانتي نفس الحكايه يعني، هو اسمه زي اسم طه ما عدا اسم الجد، ما عدا اسم عشان ما يبقاش يعني حرام. اسم الجد بيتم اختياره من قبل الوزاره او من قبل الدار، يعني تبع الشهاده بتاعته. انتوا فاهمين الولاد ايه؟ احنا بنحكي لهم قصص زي ما بنشوف في جروبات الاحتضان. يعني حضرتك الجروبات دي دعمنا جدا، يعني ربنا يبارك لهم استاذه يمنى دحروج واستاذه رشا مكي. جروبات على ايه؟ على الفيسبوك، على الواتساب؟ مؤسسه دعمنا جدا، بيعملوا لنا ايفنتات وجايبين دكاتره بتتكلم ازاي اننا اخصائيين، ازاي نتعامل مع الاطفال دي، ازاي نفهمهم، ازاي نبسط لهم المعلومه بطريقه كويسه في السن الصغير. طب انتوا بتقولوا ايه؟ بتقولي ايه لحمزه يعني؟ انا بقول له انت كنت بيت كبير مع اخواتك، وانا وبابا رحنا شفناك حبيناك وانت اتعلقت بينا خدناك معانا، ودلوقتي عايز في بيتك، في اوضتك، في حاجتك، دي حياتك، عندك تيتا، عندك خاله، عندك عمه، دي حياتك. بتقولي ايه لزين؟ زين بحكي له بقى برضو قصص الانبياء. كل الانبياء كلهم واجهوا مشاكل في حياتهم، والدين وربنا وصلنا اليتيم ده حاجه حلوه عند ربنا، مذكور في القران في ايات كتير. زين اختي هو بيذاكر اللذاذه دي، شبهك يا كريمه سبحان الله، ويقول شبهي انا وطه وبابا برضه في شبه مني. ورونا في صور تانية. ده زين وطه وزوج حضرتك ومدام كريمه. ده ابن خاله، ده برضه من العيله، برضه في شبه خاله. سبحان الله. طب العيله متقبله الفكره يعني، بيعملوه زي طه؟ طبعا جدا، فيش اي تفرقه، بيحبوه جدا الحمد لله. لا طبعا بالعكس، ده بيقولوا ده احسن منك يا طه، ده خف من دمك يا طه، مش عارف ايه كده يعني. وطه ما بيقفش في اي مرحله من المراحل، يتعصب جدا. عليه، ما الاخوات بيتعصبوا على بعض يعني، طبيعي. صغيرين وكبار بيتعصبوا على بعض، طبيعي بتاع الاخوات. يعني عايزه اقول لك ممكن طه يقطع له كراسته او حاجه، طه يتعصب عليه تاذيني، يروح جايب له المقشه من جوه ديب يعني، عارفه. وانت ما بتتدخليش يا كريمه؟ لا انا يعني بلاقيهم بيهزروا، اخوات طبيعيين يعني، ما في امهات تقول لك ايه دول اخوات، سيبوهم مع بعض هم يخلصوا. كنت الاول بقعد اشد على طه كتير، اخوك الصغير، هو صغير، هو يعمل لو لقيت زين بقى بيسوق فيها بقى، فاهمه، ان انا صغير بقى اضرب واعمل اللي انا عايزه بقى، فاهمه، سق فيها بقى. ممكن يقعد يعيط لي بقى بالكذب كده، ماما والله بعاد بالكذب، طب بص كده، يعمل له حاجه صغيره كده زين، فاهمه، اللي هو تمثيل بس. فبقيت بس انت سايباهم يتفاعلوا مع بعض، عايزين يحبوا بعض. انا عايزاهم يحبوا بعض بس، لاني بقول له ده انت باباه، مش يعتبر اخوك كبير بس، انت باباه وكل حاجه انت مسؤول عنه. فلدرجه ساعات يقول له بابا طه هات لي معاك حاجه حلوه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. وبرده مفهماه انه كان موجود في دار هو عارف انا جايباه كبير، هو عارف. هو مدرك طبعا، يعني انت جايباه بتقولي 3 سنين ونص. وضعه في المدرسه سواء حمزه بتالي لسه شويه ولا دخل المدرسه؟ لا لسه. وضع زين في المدرسة وضع طبيعي جدا من قبل المدرسين، مديرة المدرسة؟ طبعا بيحبوه جدا. وانتي هما فاهمين طبعا؟ طبعا هما عارفين يعني اليتيم عند ربنا ايه يعني. يعني انا كنت الاول فاكرة ان الاطفال اللي في الدور دي مش ايتام، فلما بحثت وسألت الشيوخ قالوا دول ايتام، ودول عند ربنا ثوابهم اكتر من اليتيم اللي هو ليه ام، يعني في يتيم دول هما كريمي النسب. دول كريم النسب، مالهمش اهل خالص، محدش يعني بيسأل عليهم، فدول صوابهم عند ربنا. دول بقى تم خطفهم؟ انا ما سالتش. لا يعني اطفال مخطوفه ما بنبقاش عارفين، كل طفل وليه قصه يعني. يعني تم العثور عليهم؟ انا ما سالتش. هم كريمي النسب، مش معروف اي رسم ليهم، هم دول اللي بيتم احتضانهم وكفالتهم. طب ورونا صور الاستاذ حمزه عشان تشوفوا الشبه يا جماعه بين حمزه وبين ام حمزة. اتفضلوا اتفضلوا، العيله كلها شبه بعض سبحان الله يا حبيب قلبي. ومعظم الاطفال كده على فكره، مش احنا بس. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان دينا كانت تقريبا مش ناويه تخش معانا لانها خايفه حمزه يعيط. هو بيعيط بره. بص والله عادي، ما لازم يعيط يا دينا، سيبيه يعيط. ما كنتش عارفه ان هو، يعني كنت فاكره ان هو هيبقى معايا.
قاعد على فكرة في الكنترول أو بيطمنوني جوه، قاعد في الكنترول بيتفرج عليكي ومبسوط وبيضحك وزي الفل. أمر بتفكري تكرري التجربة دي تانية دي؟ ناوية إن شاء الله. ناوية؟ اه طبعا. يعني هتخوي قريب إن شاء الله. طب هل علاقتكم انتوا على علاقة دايما بالدار وبالوزارة؟ اه طبعا، بالشؤون أكتر كمان، لأن هم بيتواصلوا معنا في كل حاجة. ايه نوع التواصل؟ بيتواصلوا معاكوا في ايه؟ يعني بيسالوكوا عن الولاد، احتياجاتهم، ايه الاخبار؟ اه بيجي يشوفوهم مثلا بعد كده لما بيكبروا، لو في اي مشاكل الاخصائيه بتبقى معايا وبتساعدني وبنحل المشكله. اللي انا عرفته بعد كده ان شاء الله. ايه اللي مكتوب ده؟ كل سنه وانتي معايا منوره حياتي. ده كام؟ حاجه و20 رمضان لو انا شايفه كويس. من سنتين تقريبا. 21 ده كان يوم عيد جوازي. اجمل عيد جواز موافق على الاحتضان، صح؟ اه. ده زوجك؟ اه. بعد ما عرف موضوع الاحتضان ب10 ايام فاجئني يوم عيد جوازي وجاب لي تورتايه موافق على الاحتضان. هو ما كانش موافق؟ لا هو كان موافق، بس احنا يعني هو ما كان لسه بيفكر ان الدنيا ايه، بيسال برضو عايز يعرف موضوع الارضاع ده بنت ولا ولد، نرضع ولا ما نرضعش، كل الحاجات دي. كنت معلش كنت عايزه ابين نقطه بس اللي عايز يكتب. طب استني اعرف عمل ايه؟ فاجئك ازاي؟ هو كل احنا كنا خلاص متفقنا واوكي، هو موافق، قال لي اه موافق بس ايه اديني فرصه. يوم عيد جوازنا لقيته جايب لي تورتايه ومكتوب عليها انا موافق على الاحتضان، في نفس الوقت قدمنا اونلاين، يعني واحنا لسه مقطعناش التورتايه. قدمنا اونلاين. انتوا تقدروا تقدموا اونلاين؟ اول حاجه بنقدم اونلاين للاحتضان. اتفضلي مدام كريم. بس نقطه الارضاع، عشان في ناس بتخاف ان هي تحتضن اطفال كبيره في السن. اه كله بيدور على الصغير في الاطفال. لانه لو كبير يعني هيبقى صعب برضه يرضع. لا بيرضع في فتاوي وفي بس مش مباشره من صدر الام، بيبقى في ببرونه او في كوبايه، فبيبقى لبن الام وبترضعه. اي حد من محارمها يعني بنت اخوها بنت، يعني سالت في الموضوع ده كتير وعلماء قالوا لي كده، ده غير ان لو الام سنها كبير شويه في فرق بينها وبين الطفل، بتبلغ سن القواعد من النساء فبيبقى عادي. هو انا بتهيألي انه اهم حاجه في تجربتكم دي انكم اخترتوا الامومه، يعني الامومه عندكم ما كانتش بغريزه لكن كانت احتياج كبير منكم للولاد دول. تجربتكم الحقيقة ملهمة جدا وراقية جدا وتلهم ناس كتير قوي بيتفرجوا علينا دلوقتي. يعني الحقيقة أنا متشرفة بيكم وفرحانة بيكم جدا جدا، وربنا يقدركم على التربية ويقدركم على الأمومة، لأن الأمومة صعبة قوي قوي، يعني كل تفاصيلها على قد يعني بتبقى ممتعة جدا لكن كمان بتبقى صعبة جدا، لأن المسؤولية يعني الشرط والأساس هنا مش كل التفاصيل دي لكن الإحساس بالمسؤولية، لأن في ناس بعد ما بتختار وتروح الدور وتختار ما بتبقاش قد المسؤوليه وبترجع ترجع الولاد تاني، والحقيقه ده بيبقى قاسي جدا على الولاد، تجربه انه يبقى في بيت وفي اسره وعنده بابا وماما واخوات وفجاه يتحرم من كل ده. فانتوا الحقيقه ربنا يقدركم على هذه المسؤوليه. ويعني الحقيقه انا بشكركم على وجودكم معانا. شكرا جزيلا، يا رب كل العقبات تنزلوا من هنا لحد ما يخشوا الجامعات، يعني ما يكونش في اي صعوبات تواجههم ويعيشوا حياه كريمه وحياه محترمه وحياه راقيه. بشكركم شكرا جزيلا. استاذه كريمه نورتينا وشرفتينا، تحياتنا لزوجك ولطه ولزين. بشكرك شكرا جزيلا يا دينا، تحياتنا لزوجك ولحمزه، ربنا يقدركم يا رب على اللي جاي. تجربه زي ما بقول لحضراتكم كده، يعني تجربه امومه من نوع خاص جدا. خلونا نروح الفاصل، وبعد الفاصل يعني ليكوا لقاء مميز جدا ومختلف جدا ونشيط جدا وحيوي جدا مع هيدي كرم الجميلة، تاخدكم في جولة في عالم الكيك بوكسنج وعالم النشاط والرياضة والحيوية. نشوفكم على خير. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14.99 جنيه، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.